وفي الحقيقة عايزين نبدأ كده يومنا في مشاهد شفناها بالأمس وأكتر من قضية شفناها امبارح. بصراحة وفي رأيي حاجة أصبحت مملة جدا ومحتاجة الوقفة، وقفة كبيرة. عاوزين الكورة في إفريقيا تتقدم ولو خطوة للأمام. ملف عنوانه اتفقنا أنا وإنجي نقول عليه العشوائية المنظمة. طب إيه الحكاية ويعني إيه عشوائية منظمة؟ هو في عشوائية منظمة؟ آه، في العشوائية اللي بتحصل كل شوية، اللي بقالها سنين وسنين بتحصل كل سنة وفي كل حدث كبير يخص إفريقيا. امبارح أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن سحب ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها على مستوى البنية التحتية والإنشائية. ده قبل حوالي سنتين وحاجة بسيطة كده من استضافة هذا الحدث الكروي الأكبر في القارة السمراء على مستوى المنتخبات. وفي الحقيقة مستغرب جدا، لأننا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. هو أصلا غينيا كانت جاهزة ومستعدة لما فازت بحقوق أو بحق استضافة الكان في 2025؟ يعني أنا متذكر كده مثلا لأنه في 2020 وكان وقتها شروط الاتحاد الإفريقي لاستضافة كأس أمم إفريقيا بتؤكد إن أي بلد لازم يكون متوفر عندها على الأقل ملعبين بسعة 40,000 متفرج، وملعبين زيهم برضو بسعة 20,000 متفرج، وملعبين بسعة 15,000 متفرج. كانت غينيا ما عندهاش غير ملعب واحد بس بيسع 49,000 متفرج، هو ملعب اسمه لانسانا كونتي في العاصمة كوناكري، وملعب بيتسع لحوالي 25,000 متفرج في مدينة لابي، وهو الحقيقة ملعب ضيق وسيء جدا، ويدوب يعني تحمدوا ربنا ان هو فيه مدرجات. يبقى عندها ملعبين بس. فهل اصبحنا ان احنا بصدد استضافة كاس امم افريقيا حدث مهم جدا ان بالسهولة دي تدي او تمنح اي بلد كده غير جاهزة ان هي تستضيف هذا الحدث، وبعديها نرجع بعد كام سنة نلف حوالين نفسنا ونشوف هننظم البطولة في الدولة دي ولا هنسحب ونديها لدولة تانية؟ المشكلة كمان يا احمد ان انا فاكرة ان غينيا وقتها رفضت فكرة اقتراح السنغال ان هم يقسموا تنظيم البطولة مع بعض، وقالت ساعتها واكدت ان هي قادرة على تنظيم البطولة لوحدها، ودي حاجة كانت وما زالت مستبعدة جدا. يعني فكرة استمرار غياب اي نوع من العمل او حتى التخطيط لزيادة قدرة البنية التحتية هناك، أو حتى ملامح واضحة للتخطيط ده، مفيش أي ملامح كانت واضحة للتخطيط ده في الفترة اللي فاتت، وبالتالي فرضية نقل البطولة من غينيا لبلد تانية كانت قائمة بقوة، مش بس كام يوم اللي فاتوا لحد طبعا ما خلاص زي ما أحمد قال اتحققت بالفعل وبقت حاجة رسمية. لا، الموضوع ده يا جماعة من فترة كبيرة، يعني اللي كان متابع القصة والمسألة دي هناك هيعرف إن فكرة عدم إقامة البطولة هناك كان أمر مؤكد أو أمر حتمي. خلوا حضراتكم من حاجة، المشكلة هنا مش على غينيا، يعني المشكلة مش في غينيا أو في بلد بعينها، المشكلة هنا في طريقة المنح. أنت إزاي كاتحاد أفريقي إزاي تمنح حقوق استضافة أكبر بطولاتك لدول على الأرض مش جاهزة، ومفيش زي ما قلت ملامح واضحة حتى لجاهزيتها، ولا عندها حتى أبجديات الجاهزية. بعد كده تيجي فجأة تسحب منها ملف التنظيم وتدور على بلد تانية جاهزة تستضيف البطولة على أرضها. كل ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وهي دي العشوائيه اللي احنا بنتكلم فيها. خلوا بالكم برضو من حاجه، دليل على كلامي ده ان كاميرون ولحد اسابيع قليله جدا قبل استضافتها للكان الاخير ده كانت برضو مهدده وبقوه ان يتسحب منها ملف تنظيم لاسباب برضو مشابهه لاسباب غينيا، متعلقه برضو بعدم الجاهزيه على مستوى البنيه التحتيه والملاعب وخلافه. لولا دي الوقت وقتها كان ممكن جدا البطوله دي تتلعب في مكان تاني غير الكاميرون. فيعني دي برضو نفس المشكله بتتكرر مره اخرى. عايز اقول لكم على حاجه بقى، خدوا دي كمان. في 2023 كان 2023 او كما كان معروف عنه ان هو هيقام في 2023، فجاه اكتشفنا انه الصيف اللي فات او ان عفوا الصيف الجاي في 2023 هيكون في البلد ديت في كوت ديفوار، اللي طبعا البلد اللي هتكون مستضيفه البطوله مستضيفه الكان، هيكون في هناك امطار غزيره موسميه. وبالتالي الكاف خرج قرار بتأجيل البطولة لمدة 6 شهور كاملين، وتغيير تاريخ إقامة البطولة من 2023 لحد 2024. طب ده معناه إيه؟
ده معناه انه تاني هنرجع لفكره ان احنا هنلعب بطولتين كاس امم في سنتين ورا بعض 2024 في كوت ديفوار، بعدها نسخه 2025 في دوله تانيه لسه طبعا برضو ما نعرفش هي مين لحد دلوقتي، لكن بنسبه كبيره متوقعه ان هي هتكون المغرب اللي اعلنت خلاص بالفعل بشكل رسمي تقدمها وترشحها لاستضافه الكان. هي دي فكرة العشوائية المنظمة اللي احنا بنتكلم عليها، في قوانين في لوائح بس للأسف بتدار بعشوائية، وللأسف ده بيفقد قيمة الحدث الكروي العظيم ده. يعني قيمة الحدث الكروي ده، قيمة تسويقية، القيمة الجماهيرية، بتخلي كأس الأمم وكأنها بطولة عشوائية، بطولة غير مرغوب فيها، أو بطولة ملهاش نفس الاهتمام القاري بالنسبة لنجومنا أو نجوم أفريقيا المحترفين بالخارج، زي مثلا بطولة اليورو في أوروبا أو كوبا أمريكا في أمريكا اللاتينية. وهي بالمناسبة البطولات دي اللي بتقام زيها زي كأس العالم كل 4 سنين مش كل سنتين، وأحيانا زي كل سنة زي ما كنا بنشوف في أفريقيا من أمور غريبة، مفترض طبعا أنه كان يتم تغييرها من زمان لأنها بتضعف من قيمة ومن قدر البطولة زي ما قلنا. بالظبط، بتقلل من قيمة البطولة. وفي الحقيقة في بلدان ودول كتيرة في أفريقيا تقدر تستضيف الكان وتنظمه بطريقة محترمة، طريقة عالمية، ومش تحيز عشان أنا مصري بس على رأس كل هذه البلدان مصر، مش بس لأن هي عندها بنية تحتية قوية، لا، مصر عندها مقومات أخرى بتساعد على إنجاح أي حدث رياضي وبالذات لو كروي. وكلنا شفنا لما كاس أمم إفريقيا 2019 اتسحب في وقتها تنظيمه من الكاميرون، يدوب ست شهور مصر جهزت كل حاجة، استضافت نسخة تاريخية وليه تاريخية عشان كانت أول مرة يزيد عدد الفرق المشاركة فيها ل 24 منتخب، وكلنا شفنا الإبهار اللي حصل للجميع من استضافة مصر، بصرف النظر بقى عن سوء المردود الفني لفريق الكورة لمنتخبنا وقتها تحت قيادة طبعا المكسيكي خافير أجيري. وعلى فكرة زي ما المغرب اتقدمت، الجزائر امبارح كمان اتقدمت بشكل رسمي لان هي تنظم كان 25 بدل غينيا، وممكن دول تانية على فكرة جاهزة وقوية تتقدم بملفات محترمة. بس ايه المشكلة الكبرى؟ فكرة مركزية التنظيم، وانك تحصر على منطقة بعينها في القارة وهي منطقة الشمال، طبعا منطقة شمال افريقيا او دول شمال افريقيا، في ان هي تنظم. للأسف احنا في قارة افريقيا، القارة اللي فيها موارد كتير وخير وثروات كتيرة جدا جدا، ما بنعرفش نحسن استغلال هذه الموارد، مش قادرين نستغل كمان ان القارة بتاعتنا من 12 سنة استضافت هذا الحدث العظيم اللي الناس كلها بتتكلم عليه، كأس العالم، اهم حدث رياضي على وجه الكرة الأرضية في التاريخ ده. في 2010 استضافت جنوب افريقيا كأس العالم، ما قدرناش نبني على ده، ما قدرناش نبني على ده، ما شفناش مثلا دول تانية بتحاول تاخد بالتعاون كده مع الكاف خطوات للأمام في تطوير بنيتها التحتية واللوجستية، عشان نشوف 12 15 دولة في قارة افريقيا قادرين ان هم ينظموا كأس الأمم واحداث اكبر تاني. ممكن يبقى في تعاون بين دولتين كبار ان هم ينظموا كأس العالم، ليه لا؟ ما ده بيحصل وبنشوفه وهنشوفه في نسخة كاس العالم اللي جايه. يعني احنا بنتكلم في كلام كبير، واحنا للاسف 2022 لسه بندور على زيزو وبوران عشان يفرجونا على ماتش في دوري ابطال افريقيا، يعني بسبب انه زي ما احنا عارفين فريق بيشارك في البطوله والمفروض ان هو بطل لدولته بطل تشاد ومش عايز الناس تتفرج عليه وهو بيلعب، حاجه يعني في منتهى العجب. الفكره يا جماعه محتاج يتغير، العقلية محتاجة تتطور، العالم كله بيتقدم حوالينا واحنا لسه واقفين محلك سر، لازم يكون في خطة واضحة، يعني لازم يكون في خطة واضحة بالذات فيما يتعلق بطريقة استضافة الأحداث الكبرى اللي زي ديت واللي على رأسها زي ما احنا عارفين بطولة زي بطولة كأس الأمم الأفريقية. عشان كده لما مدرب يجي بحجم وقيمة مستر فيريرا يقعد يقول لكم يا ناس مش معقول ده، ويقول بشكل استنكاري وليس استفهام يا متعلمين يا بتوع المدارس، هو ازاي فريق بطل أقوى دوري مصنف في القارة يشارك في الدور التمهيدي في بطولة يعني اسمها دوري أبطال أفريقيا؟
وقتها بدل ما كنا نقعد نرد عليه ونسمع ردود عليه على مستر فريرة تقول له اصلها نقاط وصله ما اعرفش حاصل ضرب 6 في 5 واحفظ جدول الضرب وشويه حسابات غريبه معقده ملهاش اي علاقه بالمنطق ولا باي حته في العالم الحقيقه، لا نشوف كلام الراجل ده ايه، ونشوف الكلام ده مش جايب، يعني الراجل مستر فريرة مش بيتكلم كلام عشوائي، مش جايب الكلام ده من عنده، هو بيتكلم على اللي شافه في اوروبا واللي بيطبق في اوروبا. محتاجين ندرس الناس دي بتعمله ونحاول ان احنا نطور من مسابقاتنا وبطولاتنا عشان نكون زي بقيه العالم. يعني مش معقوله يا جماعه العالم كله ماشي في اتجاه وماشي بنظام واحنا هنا خارج كواكب المجموعه الشمسيه، يعني نشوف الناس دي بتعمل ايه على الاقل ونعمل زيها، ما بتكلمش في ان احنا حتى نتطور عنهم، يعني احنا بس نحاول نبقى زيهم. نتمنى اكيد كل التوفيق للكره الافريقيه والكره المصريه، نتمنى ان احنا نشوف يعني الكره الافريقيه قريب شبه شويه شبه حتى الكره الاوروبيه.